الفانيلة الحمراء الحاسمة دائماً لتاريخ بطولات الأهلي على مر العصور واختلاف الأجيال في جميع الألعاب. أبطال الأهلي في كل مكان وزمان، أجيال تسلم أجيال لحصد البطولات واعتلاء منصات التتويج. فبعد تحقيق العديد من البطولات في مختلف الألعاب في الأشهر القليلة الماضية، تتوالى انتصارات فرق النادي الأهلي بتتويج ناشئي اليد مواليد 2004 ببطولة كأس مصر. المنافسة في بطولة كأس مصر هذا الموسم شهدت أجواء تنافسية قوية وندية بين جميع الفرق، حتى وصل للنهائي فريق الأهلي ومركز شباب الظاهرية. لاعبو فريق يد الأهلي مواليد 2004 قدموا أداء جيدا بروح وشخصية البطل، والتي حسمت المباراة لصالح أبناء قلعة الجزيرة بنتيجة 33-27. احتفال اللاعبين والجهاز الفني باللقب أثناء تسليمهم ميداليات المركز الأول وكأس البطولة لم يكن النهاية بالوصول للقب البطولة، بل الهدف الأكبر هو الاستمرار في الانتصارات وحصد البطولات واعتلاء منصات التتويج، وهو ما يليق باسم ومكانة النادي الأهلي وأبنائه. يا أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية في 10 الصبح في الأهلي، أولى فقراتنا الحوارية هنسعد من خلالها بوجود شابين مصريين، حاجة كده إيه تشرح الفؤاد زي ما بيقولوا. طبعا دايما النادي الأهلي فيه أجيال بتسلم أجيال، والكلام ده مش بس فيما يتعلق بمسؤولية إن هم يلبسوا تيشيرت النادي الأهلي، ده كمان بيشمل مسؤولية حصد يعني الدروع والكؤوس والبطولات المختلفة. معانا نجمين من فريق يد الأهلي مواليد 2004 واللي توجوا مؤخرا ببطولة كأس مصر، معانا محمد حسن ميدو وبلال إبراهيم مسعود. صباح الفل يا محمد. صباح الفل يا بلال، منورين الدنيا. أولا مبروك بداية كلام كده الكأس الجميلة دي، واكيد ما جاش بسهوله الكاس ده ولا ايه؟ طبعا جدا. ما تلخص لنا كده مشوار يعني حصولكم على هذا الكاس. هو احنا الحمد لله بدانا البطوله بماتش البنك الاهلي، احنا لعبنا 5 ماتشات بالظبط لحد ما وصلنا لماتش النهائي وخدنا الكاس. بدانا بماتش البنك الاهلي، كان ماتش صعب برضو. هو الماتشات كلها كانت صعبه، ما فيش ماتش كان سهل، هي البطوله صعبه من الاول. ماتش البنك الاهلي، بعدين ماتش الجيش، بعدها ماتش سموحه، بعدها ماتش شمس، والنهائي يعني سيمي فاينال شمس، والنهائي اللي هو كسبنا فيه كمان شوط الظهريه. حلو. هل اصعب واقوى مباراه كانت بالضروره تكون هي الفاينل، ولا بالعكس ممكن يكون في ماتش قبل مرحله الفاينل كان هو الاقوى من وجهه نظركم؟ مش الاصعب الفاينل، الفاينل كله بيبقى مركز فيه، نازل ومستعد كويس. الفكره في الماتشات اللي ممكن تبقى في الاول ما حدش مركز، الفرقه مش مستعده احسن حاجه كده. الحمد لله ان احنا برضو قدرنا نستعد لكله، كل الماتشات كنا مقدرين نركز، وفي الفاينل كنا مركزين قوي عشان كنا في سفريه وكده. كان والمعسكر كله كان مركز جدا وجهزونا الحمد لله كويس قوي للفاينل. يعني حلو ان في الفتره الاخيره النادي الاهلي والحقيقه ومصر بشكل عام بقى لها تواجد قوي جدا وملحوظ على الساحه الدوليه في كره اليد، بقى في طفره. عايز اقول ايه اللي حصل فبقينا بالشكل ده؟ وطبعا دي حاجه جميله ومحتاجين ان احنا ندعمها عشان تستمر وتزيد كمان. والحمد لله احنا بطوله العالم اللي فاتت كانت عندنا هنا في مصر، خدنا 7 عالم، خرجنا بطريقه مشرفه جدا. كان عندنا ماتش مع الدنمارك، اظن يعني ما فيش حد ما عرفش الماتش ده، كان اقوى ماتش في البطوله يعتبر. خلص بينالتيز، فالحمد لله يعني احنا قدمنا اداء مشرف جدا. وهي كره اليد بقى لها فتره في مصر فعلا عامله طفره جدا. ليه بقى؟ يعني هل وقفت عند التفصيله دي؟ يعني ايه اللي حصل فالوضع ده استجد؟ ممكن علشان الاتحاد مثلا بيدعم، ابتدى يدعم اكتر الناس، المدربين ابتدت تركز مع اللعيبه اكتر، واللعيبه ابتدت تركز اكتر في انك تقدر تحسن من نفسك بطريقه او باخرى. يعني في طرق كتير انك تركز وتحسن من مستواك. يعني لا، والحقيقه واضح ان الطرق دي اتت ثمارها في نهايه المطاف، بدليل ان احنا كل يوم والتاني تقريبا بنتكلم عن خبر مفرح ما. أيوة. يعني ليه علاقه بكره اليد ايا كان. حتى في اخر كاس عالم بتاع 2098 واخدين ثالث عالم، واخدين كاس عالم 2000 واخدين كاس عالم. طب ما تعرفونا كده شباب، بدايتكم مع كره اليد يعني ابتديتوا من سن كام؟ يعني هل كان اختيار منكم ولا كان توجيه من الاهل؟ هو انا بدات، انا ابن النادي الحمد لله، انا بادئ من عند 4 سنين بلعب كره يد في النادي الاهلي. جميل. وفضلت مكمل بقى مرحله البراعم لحد مرحله الناشئين،
والحمد لله لحد دلوقتي بقى لي حوالي 12 سنه بلعب في النادي الحمد لله. هاي وانت بالنسبه لك يا بلال؟ انا بدات في نادي حدائق الاهرام بعديها رحت الاهلي، بدات وانا عندي 5 سنين، بدات رحت عن طريق المدرسه يعني. ما بس بدايه مبكره قوي عندكم انتوا الاثنين، برافو يعني. طب ويعني برضو ارجع اقول لك، اشمعنى كره اليد؟ فاكرين التفصيله دي؟ انتوا اللي اخترتوا ولا الوالد او الوالده؟ والله انا لما انا شفتها في التلفزيون وكانت عجباني يعني. أوكي. بس فقلت لوالدي ووالدتي، طبعا هم اللي كانوا مساعديني على الموضوع ده، وهم دخلوني المجال ده، والحمد لله يعني ان هم دخلوني المجال ده اتالقت فيه وهو كان عاجبني فاديت فيه كل ما اديت فيه فعلا. الحمد لله. حلو جدا. برضو عايز اسالكوا على فكره تنظيم الوقت مبدئيا. انتوا في اي مرحله دراسيه دلوقتي؟ انا ثانويه عامه. اوه طب وعاملين ايه يا برنس في الموضوع ده؟ لا احنا امريكان الحمد لله يعني. برضه ستيل شهاده وبرضه حاجه مش سهله ومطلوب مطلوب منكم كمان مهمه صعبه جدا. بس يا اخي سبحان الله دايما الابطال بصفه خاصه في الرياضات المختلفه ما بيقفوش عند الحته دي، لان هم بيعرفوا يهندلوها كويس. فكره ان انتوا توازنوا بين وقت التمرين والمعسكر والماتشات و و و وبين الالتزامات الدراسيه والحضور يعني عارفين تعملوها ازاي يا بلال؟ انا يعني الحمد لله في الامريكا انت ضحكت ضحكه اللي مش عارف يعملها انت ما بتحضرش ولا ايه؟ طمني عليك. الحمد لله يعني الدنيا ماشيه؟ ماشيه ماشيه. هو في امريكا يعني في امتحانات مش امتحان في موعد يعني مش زي ناشونال كده مثلا في شهر 6 فاينل واحد بس. أوكي. في كذا محاوله. أوكي. فانا في اول محاوله الحمد لله دخلت جبت اللي انا عايزه وابتديت اخش تاني زي الفل. وانت ابو حميد ايه النظام؟ انا الحمد لله برضو زي الفل. هو طبعا الموضوع بيبقى صعب شويه، انت مثلا في الفاينلز خلاص يعني الموضوع بيبقى صعب ان انت مجمعات نهائيه وكده، فانت اغلب وقتك بتكون مع الفرقه والنادي وكده، فالموضوع بيبقى صعب. بس طبعا يعني ما فيش وقت فراغ يعني. وقت فراغ بيبقى صعب يعني، هو انا بخلص تمرين ارجع بالليل انام اصحى اذاكر اصحى اروح المدرسه كده. طب ونمط الحياه ده يعني طبعا هو نمط صحيا هايل وكل حاجه فيه منظمه وبالميعاد ونظام غذائي و لكن هو الواحد لما بيبقى عايش حياه كامله كل يوم فيها وكل ساعة فيها هو عايش بنظام صحي متكامل قوي يكاد يكون مثالي، ده بيفوت عليك فرصة حاجات تانية لطيفة. ممكن يكونوا شباب في نفس المرحلة السنية بتاعتكم خربين الدنيا وانتوا عندكم معسكر، أو مولعين الدنيا وانتوا عندكم ماتش. فالحاجات دي بتأثر معاكم ولا ما بتفرقش كتير؟ ده بابايا بصراحة يعني هو اللي يعني بيفضل يكلمني في الموضوع ده كتير قوي. بيقول لي أنت المفروض عشان تبقى بطل وكده ما ينفعش انك تركز في السهر او انك تخرج او كده بصراحه طبعًا. وانك تركز الاهم ان انت عندك لازم تنام بدري علشان عندك تمرين الصبح. عندك لازم تبقى تصحى الصبح تنزل الجيم اي حاجه بقى كده. فبصراحه ده والدي يعني. وانت ابو حميد بمشي الدنيا ازاي؟ هو طبعا لازم الواحد عشان يبقى بطل لازم يضحي بحاجات كتير يعني. ما لازم في تضحيات بتحصل، وطبعا والدي ووالدتي طبعا هم مساعديني فيها يعني. والدي بيعمل لي كل حاجه تقريبا، والدتي برده نفس الكلام. ربنا يفرحهم بيكم يا رب الاثنين. جميل. ايه اللي جاي بقى ان شاء الله؟ انتوا لسه طالعين من كاس اهو. احنا عندنا ان شاء الله بطوله الدوري، عندنا مجمعه يوم 5/4 لا 3/4 و 4/4 و 5/4 دي مجمعه دور الثمانيه. ان شاء الله هدفنا ان احنا نطلع منها اول عشان نخش الدور النهائي بقى اللي هو المربع، وان شاء الله نوعدكم ببطوله الدوري يعني ان شاء الله. طيب في المشوار اللي فات سيبك من الكاس عموما، في البطولات السابقه اللي انتوا شاركتوا فيها ايه الماتش اللي ما يتنسيش او ايه الرحله لمعسكر ما يتنسيش؟ يعني منصوره في المنصوره داخل يعني جوه مصر. حضرتك قصدك كماتش صعب ولا كاس؟ يعني مش حكايه صعوبه، لا حكايه ملابسات ما تتنسيش. ساعات كده في مشوار كل لاعب في اي رياضه يقول لك لا البطوله الفلانيه دي يعني كل اللي فات من حياتي كوم، والبطوله دي عمري ما اقدر انساها. نتيجه بقى ملابسات معينه حصلت معاك يعني هزار وكده مثلا؟ يا منصوره بصراحه. اشمعنى منصوره يعني؟ يعني مش عارف كانت قرفتها حلوه. وكلنا كنا يعني بنهزر كلنا كنا مع بعض وكده. بس مثلا خلاص يعني خلاص نازلين الماتش خلاص يعني كله بيفصل بقى، احنا مركزين في الماتش. ما ينفعش هزار. نخلص الماتش خلاص بقى، احنا ما خلصنا الماتش وكان كسبانين. الدنيا حلوه بقى خلاص. عشان كده السفريه كانت. لعبتوا فرق اجنبيه؟ فرق من او من دول مشهوره بكره اليد؟ مره كورين كويتي. كورين كويت. طب وليه ده مش حاصل؟ هل نتيجه الانشغال في البطولات المحليه ولا يعني يعني النقطه دي مش محطوطه في اجنده القائمين على المرحله العمريه دي في الرياضه؟ هو احنا عشان ناشئين فهو لسه عندنا يعني البطولات اللي عندنا الرسميه هي بطوله الجمهوريه اللي هي الدوري اللي احنا لسه نلعبها،
بطوله الكاس احنا لسه الحمد لله كسبانينها دي وبطوله المنطقه منطقه القاهره بس اللي هي احنا دول الثلاث بطولات الرسميه اللي عندنا من الاتحاد المصري لكره اليد. ممكن برضو تلاقوا موضوع الكورونا اكيد برضو اثرت حتى لو في النيه ان ده يحصل ما غير قابل للتنفيذ دلوقتي. مساله الاحتراف يا بلال فكرت فيها قبل كده؟ طبعا مفيش لعيب ما نفسوش انه يحترف. كل الناس نفسها اي لعيب اي في اي لعبه عامه مش هاندبول بس انه يحترف، بس الفكره انه يجي له فرصه كويسه او يكون هو قادر انه يثبت نفسه انه يستحق حاجه كده، انه يستحق انه يوصل انه يحترف وكده يعني. وابو حميد برضو اكيد طبعا اي لعيب نفسه يحترف يعني ويمثل بلده بره وكده، بس طبعا النادي الاهلي طبعا ليه فضل عينه كبير يعني. النادي الاهلي طبعا اي حد يتمنى ان هو يلعب في النادي الاهلي بس، فالحمد لله يعني. يعني طب لو جات لك الفرصه بليل حد بتفكر تحترف فين؟ فرنسا بصراحه، بحب فرنسا. باريس. باريس يعني. ابو حميد الله انت كنت لسه متمسك بينا من شويه. لا 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 الكلام على باريس قال لك فرنسا ده كمان فرنسا. لا طبعا فرنسا وهي يعني دوله في كره اليد جامده جدا، واسبانيا والمانيا برضو، هو دول اوروبا عامه جامده، واحنا في مصر طبعا دوله جميله جدا يعني. فبس طبعا النادي الاهلي طبعا ليه فضل علينا يعني اكيد. طيب يعني هل في طموحات ثانيه في عالم الرياضي الشخص الرياضي وتحديدا في كره اليد، هل في طموحات ثانيه ممكن تبقى اعلى من فكره الاحتراف ولا دي ده سقف الحكايه؟ لا ان هو مش سقف، ان مثلا الدوري حتى بتاعنا ماشي مش وحش يعني، مش اللي هو وانت بتحقق يعني الناس اللعيبه اللي بتطلع منه ما بتطلع مثلا في كاس العالم وبتحقق وبتعمل. فمش الفكره ان هو احتراف ان هو يعني حاجه مكسب او خساره يعني، بس هي الفكره انك تبقى حاجه يعني لعيبه كواليتي ممكن تبقى اعلى كده يعني، اللعيبه بتاعت اللي هتلعبها في الدوري اللي بره يعني. وجهه نظر وانت ايه رايك؟ طبعا اي لعيب نفسه ان هو يمثل بلده في كاس عالم مثلا، يلعب كاس عالم، يحصل على بطوله العالم، بطوله افريقيا، ان هو يمثل بلده طبعا دي حاجه اي رياضي يطمح بيها يعني. احنا عموما بنتمنى لكم ان انتم تحصلوا على كل البطولات اللي احنا بنتكلم عليها دي، ونيجي نحط كل الكؤوس على الترابيزه ان شاء الله، ونتكلم عن ظروف الفوز بكل كاس منهم على حده. نورتونا محمد وبلال، بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. شكرا ليكم، واكيد هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل فقراتنا معاكم. اتفضل.